أنا تالا عمري 18 سنة، عائلتي من النوع اللي مرات يتفهمونك ومرات يكونون شديدين على حسب المزاج. أنا عندي أخت كبيرة هي مرة تكون في جوي، بس للأسف أختي هذه سافرت بعثة، ولما ما تكون في البيت يجيني اكتئاب. أنا مرة أطفش لدرجة ما تتصورونها، وكمان أبويا ما كان يسمح لي أخرج كثير أبدا. جاني واحد من قرايبي اسمه أسامة، والأول مرة جاي يكلمني بعد 6 سنين من عدم التواصل. هو كان يهرج معايا طبيعي، وبعد فترة أنقلب الوضع أنه هو معجب فيني. أنا من النوع اللي فجأة تجي علي أوقات أصير خجول أني أرفض، فوافقت على إعجابه على حساب مشاعري. نسيت أقول لكم أني أنا أحب ولد خالتي وأني أحاول أنسى. تقولون ليش وافقتي على إعجاب أسامة؟ عشان أنا أبغى أنسى ذاك، وهذه غلطة كمان، لأن ولد خالتي أصلاً ما يبغاني. أنا عارفة إنه هذا الشيء غلط، بس للأسف وقتها ما كنت مستوعبة. قعدنا مع بعض 3 أو 4 أسابيع تقريباً وانفصلنا، بسبب إنه أسامة كان يشوف صور بنات في الإنستا، وكانت الصور مخلة بالآداب العامة. كيف عرفت أنا؟ أعطاني الباسورد تبع حسابه. هو ما حسب حسابي إنه أنا ممكن أدخل على الصور اللي سوالها لايك، شفت أشياء ما أبغى أشوفها. وعلمني أسامة هذه أشياء أكبر من عمري، وصرت أكره نفسي لأني أعرفها. بسبب حركاته الهبلة هذه أنا قطعت التواصل معاه نهائيا. بعد الكلام ب8 شهور هذا جاني ولد عم أسامة وقاعد يتكلم معايا، وقام قال لي أنت تحبين فلان اللي هو ولد خالتي؟ قلت له كيف عرفت؟ قال لي كل شيء باين من عيونك ونظراتك يعني. قلت له طيب إيش فيه؟ قال لي هو يسوي كذا وكذا وكذا، يعني بالعربي الآدمي مرة مو كويس. أنا هنا بكيت، كل المحادثة كانت في الجوال. قال لي كل شيء سواه، بكيت من قلبي يوم الله لا يعيده. بكيت على 2 حاجات، أول شيء قالوني إن هو إنسان مو كويس، بس أنا ما صدقت. ثاني شيء أنا دخلت في حياتي شخص ما كان لازم أدخله في حياتي علشان أنسى ولد خالتي. طبعا ممكن تقولون يمكن ولد عم أسامة يكذب، أنا ما أتوقع أنه يكذب، لأنه هو قال لي أنا عندي أخوات وأخاف ربي فيهم، وأنه هو ما يحب يشوف أحد يسوي شيء غلط وممكن يؤذيه. بعدها بلكنا بعض بصفة أني أنا ما أبغى ولد في حياتي، وهو جاي بس يعطي نصيحة ويمشي. المغزى من القصة لا تعلقون نفسكم بشيء ما هو لكم أو ممكن يكون ضرر عليكم. انتهت القصة.